حاليا انا مبسوط ام ريلاكسد. اسمي لايث، الناس بيعرفوني سناب تيك، انا رابر. ربيت في الاردن وعايش حاليا في فلسطين. نقطة التحول إلي كانت بالموسيقى لما نزلت أول ألبوم إلي، ألبوم أم الموجات، والألبوم ضرب وصرت عن جد أقدر أشتغل كفنان فول تايم وما أشتغلش بالمستشفى. فهاي كانت شغلة كتير غيرت لي، نقطة كتير غيرت لي بحياتي. وعلى الصعيد الشخصي بفكر 2020 كانت نقطة تحول كتير كبيرة بحياتي، نقطة على مدار سنة، نقطة كبيرة. أغنية كاس قلب أغنية عملتها بعمان بال2017، وكنت عم بحاول أكتب كلمات بنفس القافية، يعني كنت عم بحاول أعمل إشي معين بالراب، وبحبها كتير الأغنية. بابا الصراحة انه الله يهدي البال، واحد ضله مش متوتر قد ما يقدر يعني. صراحة ما فيش عندي بلد مفضل، يعني بحس في عروض مفضلة، واكتر عرض مفضل عندي هو حاليا يعني العرض اللي عملته في كد في بيروت من شهر واشي، هذا العرض المفضل عندي. صراحة مش عم بسمع أغاني هاي الفترة، إنه مش عن جد عم بسمع أغاني عشان I was on tour، كنت عم بعمل عروض، وبفترة العروض بعدش أسمع أغاني، بكون خلص بدي بريك من الأغاني والموسيقى كلياتها. بحب ترافيس سكوت، كندريك لامار، جي كول، تايلر ذا كرييتر، كاني ويست، كل حدا يعني تقريبا. المفضلين عندي هم ترافيس سكوت، كندريك لامار، وبحب كمان فنانين عرب. في رابر اسمه كاتيبون كتير بحبه. أغلبية الوقت الإيقاع، بس جديد عم بتكون عملية صنع الموسيقى بالنسبة لي غير، مرات بيجوا الكلمات وبنعمل إيقاع عليهم، من جديد صرت أعمل هيك يعني. واتشمان اكستندد كات، ولا هاي ولا هاي صراحه. كتير حلوه، حبيت الموسيقى اللي عملناها، حبيت كيف الاغنيه طلعت، و اي ريلي انجوي بيرفورمينج مع لايف انسترومنتس ومع الشباب. الاشي اللي عملناه واز فان، وكتير حابب اللوكيشن ومتحمس اشوف، لسه ما شفتش بس كتير متحمس اشوف.